صباح جديد يا جماعه بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وبابنائها في كل مكان. الحقيقه انه من ابرز الاخبار والعناوين بالامس كان في لقاء مهم جدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن، واللي كان موجود في القاهره وعملوا لقاء كبير وموسع. حضروا السفير الامريكي في مصر طبعا من الجانب المصري الى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الوزير سامح شكري وزير الخارجيه موجود، وكذلك اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المصريه. عبر وزير الخارجيه الامريكي عن شكره لمصر على جهودها في وقف اطلاق النار، والزياره بالاساس بتهدف الى تعزيز هذا الوقف لاطلاق النار، وهي زياره تشمل عده دول، مصر، اسرائيل، والاردن. اعتقد ان الهدف منها هيكون واضح، وهو مساعده الفلسطينيين وتعزيز وقف اطلاق النار ما بينهم وما بين اسرائيل، بعد الجهود الكبيره اللي قامت بها مصر في هذا المجال وشهد لها المجتمع الدولي، ولاقت الحقيقه ترحيب على المستوى الداخلي المصري وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، إلى جانب طبعا المساعدات المادية اللي قدمتها مصر لأشقائنا في فلسطين. ده بيأكد على قيمة مصر وعلى وزنها الإقليمي، وعلى أن قضية فلسطين ما زالت حاضرة بعد ما كان الناس فاكرة أنها خلاص راحت مع النسيان، ولكن أعادها الشعب الفلسطيني مرة أخرى إلى الوجود بكفاحه المستمر ونضاله على أرضه والحفاظ على أرضه. أيضا من الأخبار المهمة، رئيس السيسي النهاردة بإذن الله هيروح إلى جمهورية جيبوتي في زيارة تاريخية، لأنها الأولى من نوعها لرئيس مصري يصل إلى جمهورية جيبوتي. هيلتقي بالرئيس الجيبوتي لبحث العلاقات الثنائية ما بين البلدين، وإن شاء الله تكون زيارة مثمرة. نروح لفقراتنا النهاردة، والنهاردة قعدنا لحضراتكم فقرات بتتكلم عن المجال الزراعي بشكل خاص. يمكن مصر في الأساس هي بلد زراعية قامت على استقرار المصريين على نهر النيل والزراعة، وبالتالي الزراعة نشاط أساسي كانت وستظل وهي الأساس في نهضة المجتمع المصري، وممكن يقوم عليها العديد من الصناعات. من الصناعات المهمة صناعة الدواجن في مصر، وصناعة الدواجن لها تحديات كبيرة، منها توافر الأعلاف، لأنه بدون توافر الأعلاف هيكون في مشكلة حقيقية في الثروة الحيوانية والداجنة في مصر. ومصر بتستورد للأسف كميات كبيرة جدا من الذرة الصفراء، اللي هي مكون أساسي ورئيسي من مكونات الأعلاف للثروة الحيوانية والداجنة. يمكن ده اللي بيتسبب في غلاء الأسعار بعض الشيء، إذا تحرك أسعار الذرة الصفراء حول العالم أو حصلت حاجة زي جائحة كورونا منعت الاستيراد والتصدير بسهولة، وده بينعكس علينا كمصريين. إزاي ممكن نوفر الأعلاف؟ إزاي ممكن ندعم صناعة الدواجن؟ ده هنناقشه النهاردة في واحدة من فقراتنا مع الأستاذ الدكتور طلعت مصطفى الشيخ، أستاذ رعاية الدواجن بكلية الزراعة جامعة سوهاج. ايضا هيكون لنا لقاء اخر حول تطوير الريف المصري، واحنا كلنا طبعا بنتابع ما يتم وما يجري على الارض الان. في عدد كبير من المتطوعين بيشاركوا في مبادرات حياه كريمه، ما بيهدفوش لشيء غير خدمه اهل بلادهم وخدمه المحافظات المختلفه. احنا كلنا بنتابع يعني مشروع تطوير 1500 قريه مصريه ضمن مشروع اكبر واشمل لتطوير اكثر من 4700 قريه مصريه في محافظات مصر المختلفة. مختلفة. ده مش هيتم بسهولة، محتاج دعم مادي كبير، محتاج تضافر كل الأجهزة الحكومية لتحقيق هذا الهدف. والهدف ده مش بس بيستهدف التطوير من حيث الصرف الصحي والمياه والطرق والتعليم، ولكن أيضا بيستهدف الإنسان بشكل خاص، دمجه في هذا المجتمع، توفير فرص عمل حقيقية ليه، تنميته وتنمية مهاراته بحيث يستطيع المشاركة في تنمية بلاده، والحفاظ على ثمار التنمية متى استطعنا أن احنا نعملها. هنتكلم النهاردة عن هذا المشروع وما وصل إليه مع الدكتورة هبة نور الدين محمد، مدرس الإعلام الريفي بكلية الزراعة جامعة عين شمس. دي فقراتنا النهاردة، هنطلع مع حضراتكم لفاصل ونرجع نستقبل أول ضيوفنا. لو شفت جارك في خير افرح وداعي له، ومهما قاسى عليك احسن وداعي له. يا مسعد الابن لو الاب داعي له، اللي معاه الاولاد لو هو رباهم،
على الكمال والادب والعلم رباهم، ده يبقى بنى للوطن ابطال ورباهم. مصر جميله، مصر جميله، خلي